على دوار الساعة وسط مدينة رام الله، يجلس الشاب حسام خضير على كرسيه المتحرك داخل كشكه الصغير الذي تزينه الاكسسوارات والألعاب ليعتاش من خلاله. بديت على كرتونة صغيرة، حطيت شوية بضاعة وشغلات بسيطة، بديت أنمي حالي شوي شوي عبل ما أني وصلت، يعني صار عندي كشك صغير. قبل سنة ونص عامل كشك، يعني وافقت للبلدية وكان تمام يعني والله. أنا ببيع نتريات زي جربين ستاتي، كريمات، يعني الأشياء اللي بقدر عليها، لأن المكان مش مكيف في أشياء ما بقدر إني أجيبها. ولد حسام بإعاقة حركية أبقته مقعدا منذ صغره، وبالرغم من التحديات التي واجهها في حياته، استطاع بعد سنوات من المعاناة أن ينشئ كشكه الخاص. أنا الوضع الصعب يعني لأن أنا ما بحرك إيدي ولا إشي، بس الحمد لله يعني الناس تأقلمت معي، كيف إنه مثلا تطول غرضها لحالها، يتحاسب لحالها، تطول الكيس أغراضها لحال، يعني الناس حتى يعني صار في نظرة منيحة، الناس ما تنظر للمعاق إنه متسول أو إنه شاذ عن المجتمع، يعني إنه خلص ما دام الحمد لله عقله سليم بقدر أسوي كثير شغلات. لم يفقد حسام الأمل أبدا، فبذل كل جهده لإنشاء الكشك الذي يعتبره بمثابة حلمه الذي تحقق، وأصبح يعتمد فيه على نفسه.